هذا الحادث أنا ما أعتبره حادث، إحنا نعتبره فتشي نوجه شبابنا حتى يتوجهون إلى الساحة، لأن هذا التفحيط بعض الأحيان شباب مندفعين أكثر من لازم ويرتكبون حادث بسببها. عندنا هذه الحالة اللي صارت، تقاطع بريد العلوية يوم 9/3، تقاطع بدالة العلوية اللي بين المسرح الوطني باتجاه كهرمانة، كهرمانة باتجاه المسرح الوطني، هذا الشارع باتجاه ساحة الواثق، شارع سلمان فاق. خلي يشغل لنا مهندس باء. طبعا أنا أود أن أشكر يعني محافظة بغداد، المركز الإلكتروني المراقبة، لأن هم دا يدعمونه بهذه الحوادث، النقيب سعاد، المهندس بهاء المشغل لهذه الحالة والمشرف عليها، شكرا جزيلا لهم. خلي نشغل احنا وياكم ويا المهندس بهاء. لاحظوا هذه السيارة، طبعا هذه السيارة نوع بي ام دبليو، مشغل اشارة نظامي بدرجة 100%، مشغل اشارة وده يستدير من هذه المنطقة، يقدر يستدير عادي لان السيارات بعيدة عليه، فيقدر يستدير ويخرج واعتياد. لكن هنا لاحظوا راح يصير، لاحظوا على هذا اليطار، لاحظوا اللي صار، لاحظوا شوفوا اللي صار شنو، انه بدت احتكاك، راد يفحط بالتقاطع ويطلع، فقد السيطره، اجى ابو التاكسي طالع باللي ده يشتغل على باب الله تلقاه اجى تفلشت سيارته. لحظه تفلشت سيارته زين. انا اريد اسال سؤال، اكو مثل يقول لك من قال لك تلعب طوبه؟ انت اذا مو قدها ليش تسوي هيك؟ بس اذيت نفسك؟ لا اذيت غيرك. تريد تعرف قوه سيارتك؟ مو بهذا الشكل يا أخي، مو بهذا الشكل. يعني يجب أن ننتبه أبنائي إلى هذه الحالات اللي دا تحدث، دا تأذون نفسكم، دا تأذون باقي مستخدمي الطريق. هذه الساحة اللي موجودة اللي عرضناها، روحوا مارسوا هواياتكم، استعرض فنيات مهارة هوايتك، هذه هوايتك ما يخال. لاحظوا الآثار مال الإطارات، ليش أنا هذا ما عرضته كحادث، لا عرضته أنه أسباب التفحيط بعض الأحيان شو تسوي. وقول له يا ابني اذا انت مو قدها لا تسوي شغله، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، روح سوي هاي الحاله حتى من تفقد السيطره افقدها بالساحه، ما تاذي نفسك، ما تاذي لا سيارتك ولا انت تاذى ولا تاذي غيرك. لكن بهذا الشكل اترجاكم، كافي بعد، شكرا جزيلا.